السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن درس اسمه كيف تكون مواطن صالح. طيب في البداية لازم نعرف إن المواطن الصالح ده هو شخص عنده قيم ومبادئ بتساعده إنه يحل قضايا المجتمع، بس الشخص دوت لازم يبقى ليه صفات، انه يبقى عارف حقوقه وواجباته ويتمسك بيها ويشارك في حل مشكلات المجتمع ويقوم بواجباته نحو وطنه. طب الدولة بتاعتنا بتعمل جهود علشان تبني المواطن المصري، طب بتعمل ايه الدولة؟ بتهتم بيه وبتحل الفرص عشان يمارس كل انواع النشاط، وبتساعده ان هو يحول اقواله الى افعاله، وبتدربه على كيفية التواصل والتعاون مع افراد المجتمع. طيب عندنا مبادئ لإعداد المواطن الصالح. أول حاجة عندي إن هو يعرف حقوقه وواجباته في المجتمع، ويعرف عادات وتقاليد المجتمع، ويعمل على القيام بواجباته. عنده واجبات لازم يعملها تجاه وطنه عشان ينهض بوطنه ويحل مشكلاته، وإن هو يكون عنده صفات حميدة ويقدر أعمال المجتمع اللي المجتمع بيقدمها له، وبيرفض كل أساليب العنف والتعصب، ويعيش متعاون مع الآخرين وبيحترمهم وبيشارك في حل مشكلاتهم. والكلام دوت لازم يكون فيه متمسك بعاداته وتقاليده. وبكده يا مستر احنا نكون خلصنا درسنا، وهو بعنوان كيف تكون مواطن صالح. إلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية.